تونسيا. احنا بعد قليل باش نمشيو مع نعيمه في حديث الساعه، اهم المواضيع المتداوله على مختلف المنصات. تحيه كبيره برشا لكل مستعملي الطريق، نعرف انه ازدحام كبير على الطرقات، حركيه كبيره تزامنا مع عيد الاضحى المبارك. كل متابعينا وكل مستعملي الطريق يسيسوا رواحهم في الطريق بطبيعه الحال، لانه نعرف انه العديد من العائلات تتنقل في مثل هذه الفتره. ان شاء الله عيد مبارك على الجميع، نوصلوا سالمين حتى مخرين ربع ساعة 20 دقيقة نصف ساعة ما فيش مشكل، فقط نوصلوا سالمين إن شاء الله بالسلامة للجميع. أيضا نحب نترحم على روح عون الأمن اللي توفى البارح في صفاق الصندوق الرسمي باسم وزارة الداخلية. فاكر بوزغاية كان أكد في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية اليوم وأنه عون الأمن التابع لوحدات التدخل اللي توفي مساء أمس إثر سقوطه من أحد طوابق عمارة سكنية بصفاق تضم مهاجرين غير نظاميين من فارقة جنوب الصحراء، كان سقوطه فجئي وتلقائي على عكس ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي. فاكر بوزغاية أشار إلى أن عملية إخلاء العمارة كانت بتعليمات من النيابة العمومية. نمشي لنعيمة في كالعادة في أهم العناوين، أهم الأخبار اليوم اللي باش نشوفوها في حديث الساعة. نعيمة مرحبا. صباح النور شهاب ونجم ومستمعي الاذاعه الوطنيه. قبل كل شيء نترحموا على عون الامن، الله يرحمه وينعمه. اليوم مش نحكيوا على اعاده فتح معبر راس جدير تدريجيا اللي من المفترض يكون بدايه من اليوم ويتم اعاده فتح البوابات يعني نهار 20 جوان. كيف مش نحكيوا على استعدادات الاداره العامه لشرطه الحدود والاجانب لعوده الجاليه التونسيه المقيمه بالخارج، وبما ما أنه احنا على أبواب عيد الأضحى وزارة النقل وضعت برنامج استثنائي لفائدة المواطنين يقوم على تحسين عرض النقل وملائمته مع الطلب المتوقع اللي يكون مرتفع خلال أيام العيد. وبما أنه احنا باش نحكيه على عيد الأضحى، مهم جدا أنه نحكيه على تثمين جلود الأضاحي اللي تقوم بها سنويا مركز الجلود والأحذية بالتعاون مع المجتمع مع المدني وعدد من الجمعيات. وباش نمشي من بعد الجامعة تونس المنار اللي تحصلت على تتويج جديد باش نحكي عليه بعد شوي. كل هذه المواضيع نتابعها في فقرة حديث الساعة. المشهد الآن حديث الساعة. حديثنا اليوم باش يكون بإعادة فتح معبر راس جدير تدريجيا اللي باش يكون بداية من اليوم، على أن يتم فتح البوابات الأربع نهار الخميس الجاي 20 جوان. معنا عبر الهاتف مراسل الإذاعة التونسية محمد نبهان باش ناخذوا فكرة على آخر التطورات في المعبر. صباح النور محمد. صباح النور، مرحبا نعيم، مرحبا شهاب، مرحبا كل شد المستمعين وكل الفريق العمل معك وماء هذا الصباح. شكرا، مرحبا بك. شنو هو الوضع اليوم في المعبر سي محمد؟ الوضع هادي تماما، الجانب التونسي من المعبر جاهز تماما أيضا على جميع الأسئلة، من توفير لوازم الممرات، من أجهزة الكنار، من رصيد بشري أيضا، ولكن للأمانة لحد اللحظة لم يسجل دخول أي طرف من القدر الليبي. وبطبيعة الحال نعيمة كما تعرف الاتفاق الحاصل بالنسبة لليوم يهم فقط الحالات الطارئة والطارئة جدا، كما عبر على ذلك مدير المنفذ مثل سيارة الإسعاف أو بعض العائدين، نستطيع أن نقول لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك من الجانبين، على أن يكون الخميس القادم بإذن الله هو الموعد الرسمي لإعادة فتح المعبر الحدودي براس جدير أمام المسافرين والتجار وفق ضوابط تم الاتفاق بشأنها خلال لقاء أمس بين وزيري الداخلية البلدين. إذا كانت تتخذ فكرة ربما عن أهم هذه النقاط، توفير 6 أكشاك من الجانب التونسي خاصة بتسجيل السيارات الليبية الداخلة إلى تونس، تفاديا للازدحام وربما طول الطوابير اللي تلاحق ربما المعبر من الجانبين التونسي والليبي، محاولة القضاء على عملية الازدحام بتسريع الأختام،
وتسهيل العبور للمسافرين. أيضا كما وعد الجانب الليبي عن طريق مدير المنفذ بالالتزام بهذا الاتفاق الحاصل، ورغم أن حسب تصريحه أمس قال لي الأشغال ما زالت متواصلة بالجانب الليبي من المعبر، ثم العمال جارية والأشغال جارية لتوفير عدة ممرات أخرى، لكن الجاهز منها فقط الآن ثلاثة. ولكن قال يعني بما أن التزمنا بإعادة فتح المعبر يوم الخميس القادم فعلينا أن نكون عند هذا الاتفاق. وبطبيعة الحال كما قلت يعني هذه اللمحة التي قدمها مدير المنفذ البري اللي هو الحدودي برأس الدير الليبي يقول أن سنكون هذه المرة سيكون المعبر أو إعادة فتح المعبر في صورة وحلة جديدة تختلف عن سابقاتها، لأن كما تعرف نعيمة رأوا تكررت هذه العملية في عديد المرات خلال السنوات الفارتة. يعني يفتح المعبر ثم يغلق ثم يفتح ثم يغلق. هذه المرة على حد تعبير مدير المنفذ الليبي يقول اللي ستكون صورة أخرى، سيكون كادر خاص يعني أمني سيكون متواجد باستمرار في المنفذ للسهر على تسهيل راحة المسافرين، إلى جانب حزمة من الاقتراحات الأخرى اللي اقترحها خاصة الجانب الليبي واللي ما زالت تحت الدرس الحقيقة لم يتم الاتفاق بشأنها. على غرار يعني تنقل النساء إلى ليبيا لممارسة التجارة، يعني يبدو اللي باش يتم شرط مرافق لكل امرأة تكون اتجاه القطر الليبي. أيضا تعرف سيارات لما سيارات قديمة أصبحت يعني تشكل خطر ربما على المارة وعلى الطرقات العامة، سيعاد النظر في إمكانية السماح لها بالعبور أم لا. وهناك أيضا نعيمة سيارات أخرى تحمل خزانات إضافية غير أصلية لحمل مادة البنزين بكميات كبيرة، وهي أيضا تشكل خطر على تعبير الليبيين. كل هذه النقاط هي ما زالت تحت الدرس، لم يتفق بشأنها، ولكن الاتفاق الحاصل يعني 100% هو الفتح التدريجي من اليوم للحالات الطارية، والخميس القادم إن شاء الله سيكون الافتتاح الرسمي. إن شاء الله. شكرا لك محمد نبهان مراسل الإذاعة التونسية على كل هذه التفاصيل. وإحنا باش نضيف اللي ما قاله مراسلنا سي محمد، وأنه حسب منصة حكومتنا تابعة للحكومة الليبية هذا محضر الاتفاق الأمني الليبي التونسي اللي يتلخص في 11 نقطة نجم، هي التالية بطبيعة الحال، وهذا محضر اتفاق أمني ما بين البلدين. النقطة الأولى فتح الأبواب الأربعة المشتركة للدخول من ليبيا إلى تونس، على أن يكون بكل منهما جهاز تفتيش آلي سكانر يشتغل طيلة 24 ساعة. نقطة ثانية فتح 6 مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين مع إضافة اللغة العربية لنظام التسجيل لدى تونس. نقطة ثالثة وضع آليات عمل لإعادة تنظيم التجارة البينية الخاصة بالمواطنين المسافرين بين البلدين وفق التشريعات المعمول بها. النقطة الموالية عدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها بين البلدين وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. النقطة الموالية ضبط المنفذ وعدم وجود أي مظاهر مسلحة سوى الأجهزة الأمنية الرسمية والنظامية للدولة. كذلك العمل لمنع عبور الآليات المخالفة لشروط السلامة المرورية بين الجانبين حسب تشريعات البلدين. أيضا التعاون والعمل المشترك لمنع تهريب الوقود ومشتقاته والسلع المدعومة بين البلدين. أيضا حل مشكل تشابه الأسماء التي يعاني منها مواطنو البلدين في منافذ الدخول والخروج، وهذه حكينا فيها في أكثر من مناسبة. أيضا مشاركة المعلومات بين الأجهزة الأمنية لمكافحة كافة الجرائم بين البلدين. ثم تفويض اللجنة المشتركة المشكلة بين الطرفين لوضع حلول سريعة
السريعه لمعالجه اي مخالفات او اشكاليات قد تعترض سير العمل الامني المشترك، واخيرا تعزيز قوات حرس الحدود من الجانبين ومنع تسلل المهاجرين غير النظاميين والسلع الممنوعه. هذه 11 نقطه تلخص محضر الاتفاق الامني الليبي التونسي فيما يتعلق باعاده فتح معبر راس جدير وفقا لمنصه حكومتنا الناطقه باسم الحكومه الليبيه. نكملوا في بقيه مواضيعنا نعيم. نمشي للإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب اللي اتخذت جملة من الإجراءات والتدابير الإضافية لعودة التونسيين، عودة جاليتنا الموجودة بالخارج بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لفائدة جاليتنا. باش نتعرفوا على أهم الإجراءات هذه والتدابير معنا عبر الهاتف سي معز ثابت مدير الجوازات ووثائق السفر. صباح النور. صباح النور. مرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية. نعيم ومرحبا في شهاب وكامل الفريق العامل معكم. الله يخليك سي معز. هما توا الجالية التونسية الموجودة بالخارج بدأت بالتوافد على تونس، برشا جاو باش يقضيوا عطلة عيد الأضحى هوني في تونس بحذا العائلة. شنية الإجراءات، أهم الإجراءات والتدابير اللي اتخذتوها باش تكون العودة نتاعهم في ظروف طيبة؟ مرحبا بكم مرة أخرى. بالنسبة للإدارة العامة شرطة الحدود والأجانب وفي إطار حرصها على توفير أفضل الظروف لعودة الجالية التونسية المقيمة بالخارج، وكذلك في إطار انخراط الإدارة العامة في الاستراتيجية الوطنية الرقمية تونس 2025 حتى يتسنى تطوير مستوى الخدمات وجودتها والتقليص من أجل استخراج وثائق السفر، فإنه الإدارة العامة شرطة الحدود والأجانب عملت على اتخاذ جملة من التدابير. أول إجراء هو تخصيص فضاء خاص بالتونسيين بالخارج بمقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب، يعنى باستخراج قبول ملفات واستخراج جوازات السفر لفائدة مواطنينا بالخارج في هذا الفضاء طيلة أيام الأسبوع وخلال أيام العطل الرسمية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 9 ليلا. يتقدم المواطن مطلب جواز السفر نتاعه ويتم اسناد جواز السفر في مدة زمنية لا تتجاوز الخمس أو العشر دقائق في أقصى تقدير. هذا على مستوى الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب. بالنسبة لتقريب الخدمة من المواطن أيضا، فإنه تم تركيز ثلاث مراكز إنتاج جوازات السفر بكل من ميناء حلق الواد وميناء جرجيس وبمحافظة مطار تونس كرتاج. بالنسبة للموانئ اللي تم ذكرها جرجيس وحلق الواد، فإنه يتم قبول مطالب جوازات السفر على مستوى البواخر التونسية تانيب وكرتاج، ويتم إنجاز الجواز على نزول المسافر ميناء الباخرة، يتم تسليمه جواز السفر نتاعه. ولهنا بالمناسبة هذه نحب نشكر وزارة المالية الإدارة العامة للديوانة اللي سهلت على المواطن عملية استخلاص الوصل المتعلق بجواز السفر اللي هو الثمن نتاعه 80 دينار بالنسبة للبالغين الراشدين و25 دينار بالنسبة للفصة والتلاميذ والطلبة. بالنسبة لمطار تونس كرتاج، فإنه فلسفة من هذا المركز هو تمكين المواطن بالخارج من استخراج جواز سفر كنقطة إنتاج، وأيضا بالنسبة للمسافر أثناء فترة العودة إلى بلدان الإقامة ساعات يمشي للمواطن في أثناء التسجيل يتفطن أنه جواز السفر نتاعه ولا أحد أفراد العائلة منتهي الصلاحية. في الوضع العادي كان قبل المواطن يتلز باش يلغي الرحله نتاعه، توفك هذاك باش يكبدوا معناها على الساعه تذكره جديده او باش يوخر في التذكره نتاعه ربما يلقى مكان في الطائره ولا ما يلقاش. فلذا الاداره العامه شرطه الحدود والاجانب وضعت على ذمته مركز انتاج انه المواطن ما يلغيش الرحله نتاعه، يتقدم مباشره الى مقر المحافظه بمطلب جواز سفر. كما قلنا معناها ثم الوصل ينجم يقتنيه من مصالح الديوانة على مستوى المطار،
ويتم تمكينه من جواز السفر نتاعو في ظرف زمني ايضا لا يتجاوز العشر دقائق. هذا بالنسبة لمواطنينا بالخارج، كما أن الإدارة العامة شرطة الحدود والأجانب ما نسيتش مواطنينا بالداخل. تم تخصيص سيارة متنقلة بها كامل التجهيزات لإنتاج جوازات السفر، والطيارة هذه تمشي للأقاليم ومناطق الأمن الوطني وتقوم بمحاضرة مجهود هذه الوحدات لإنتاج جوازات السفر. وانطلقت السيارة هذه في العمل نتاعها منذ قرة جوان 2024، حيث تم إنجاز 1712 جواز سفر على مستوى إقليم سوسة، 1141 جواز سفر على مستوى إقليم تفاقس، وأنا أكلم فيك توا والسيارة متواجدة حالا في إقليم نابل لمحاضرة مجهود الوحدات بإقليم نابل. ممتاز. السيارة المتنقلة سامحني، هذه حاليا تخدم في التونسيين بالخارج ولا التونسيين المقيمين في الداخل؟ مقيمين في الداخل. هي تخدم الكل، مواطنين بالخارج ومواطنين بالداخل، لكن هي موجودة على مستوى الأقاليم والمناطق لإنجاز جوازات السفر الأشخاص المقيمين بتونس. إذا كان يجي مواطن بالخارج باش يتقدم مطلب جواز سفر، مرحبا به في الطياره هذه، ينجم يقوم بإيداع المطلب بتاعه وتمكينه من جواز سفر. كذلك المواطن اذا كان شاف الطياره موجوده في احد الاقاليم وعنده رغبه في استخراج جواز سفر مقيم في الداخل ولا مقيم في الخارج، مرحبا به هذا يتولوا القيام بإنتاج جواز سفر مباشرة وتسليمه إليه. يعطيك الصحة سي معز ثابت على كل هذه المعلومات والإيضاحات. ان شاء الله عوده ميمونه. ان شاء الله اكيد جدا نتمنوا عوده ميمونه ونحن في خدمه لفائده المواطنين بالخارج. وربي نحب المناسبه هذه تفضل مصالح المطبعة الرسميه التونسيه وخاصه السيد الرئيس المدير العام اللي ساهم مساهمه فعاله في توفير الوثيقه العذراء جوازات السفر العذراء لفائده مختلف بعثاتنا الدبلوماسيه بالخارج وكذلك مراكز الانتاج بالداخل. كما اشكر بالخصوص زادة جميع المتداخلين على مستوى المعابر الحدودية سواء منها البرية أو الجوية أو البحرية اللي كان عندهم مجهود كبير في تأمين العديد من الخدمات لفائدة مواطنينا بالخارج. وعلى مستوى الوثائق السفر ثم أيضا مجهود إضافي بالنسبة لتمكين الأفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج في مطالب الانتفاع بامتياز الاعفاء الجمركي، حيث تولت مصالحنا تنسيق مع مصالح الاداره العامه للديوانه في الخصوص. تم تطوير طريقه التواصل الرقمي بين الادارتين العامتين من خلال اعتماد البريد الالكتروني. كان قبل جينا مراسلات كتابيه، شوف قديش تقعد المراسله هذيك، الان في البريد الالكتروني يجينا الملف اليوم يخرج الملف لفائدة مواطنينا بالخارج، ما عادش ثم تعطيل على مستوى الاعفاء الجمركي. واضح. شكرا لك سي معز ثابت مدير الجوازات ووثائق السفر، وعوده ميمونه مره اخرى المواطنين بالخارج. وكما الاداره العامه لشرطه الحدود والاجانب استعدت لعوده الجاليه التونسيه المقيمه بالخارج، وزاره النقل بدورها حطت برنامج استعدادا لعيد الاضحى باش توفر سفرات مريحه، برنامج استثنائي لفائدة المواطنين اللي باش يقوموا بسفرات بتبيعة في عيد الأضحى. باش ناخذوا فكرة على الاستعدادات هذه، معنا عبر الهاتف وسيم تقية المكلف بالنقل البري المنتظم للأشخاص بالإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل. صباح النور سي وسيم. صباح النور مدام وكافة مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية. مرحبا بك. مرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية. سي وسيم، أهم الاستعدادات اللي قامت بها وزارة النقل، وخاصة أنه نعرفوا أنه في ديما في الأعياد يكون الطلب مرتفع يعني. أكيد بالمناسبة هذه ولتأمين النقل لفئة المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، الوزارة وضعت برنامج استثنائي يمتد من غدوة إن شاء الله الجمعة ويتواصل يوم الأربعاء 19 جوان، حيث تم الترخيص للشركات الوطنية والجهوية للنقل باش يقوموا بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضي الطلب. وفي هذا الإطار باش تقوم الشركات بتأمين حوالي 4600 سفرة منتظمة و1400 سفرة إضافية، وباش يأمنوا إن شاء الله حوالي 800000 مسافر بزيادة تقدر ب 30%. كذلك تم تكليف 7 شركات جهوية للنقل باش يقوموا غدوة
الجمعة والسبت بتأمين خطوط مباشرة باش تربط تونس العاصمة بولاية القروان، جندوبة، القصرين، سليانة والكاف. في هذا الإطار باش تولى الشركات هذه تأمين حوالي 200 سفرة. كذلك على مستوى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باش تقوم الشركة بتدعيم تركيبة القطارات ب 78 عربة إضافية علاوة على العربات المستغلة اعتيادية، وباش تبرمج 45 سفرة إضافية علاوة على 84 سفرة منتظمة. على مستوى النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص في إطار إخفاء مزيد من المرونة على التنقلات، تم الترخيص لسيارات الأجرة اللواج بصفة استثنائية باش يقوموا بالسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة جولان، وذلك خلال فترة ممتدة من يوم الجمعة إلى يوم الأربعاء 19 جوان. كذلك تم وضع حافلات احتياطية على ذمة الإدارة العامة باش يقع استعمالها لتعزيز عرض النقل خاصة بمحطات سيارات الأجرة اللواج واستعمالهم عندما يشهد بعض الخطوط أو بعض الوجهات اكتظاء. سي وسيم، ما دام نحكيه على تعزيز السفرات وهذا الجهد المكثف المحمود، أكيد نحكيه على المواعيد، مواعيد هذه السفرات، وفما أكيد تغيير في المواعيد طالما وأنه وقع تكثيف هذه السفرات. أكيد بالنسبة للسفرات المنتظمة تحافظ على التواقيت المعتادة نتاعها، وبالنسبة للسفرات الإضافية يقع معناها استعمال سفرة إضافية كل ما اقتضت الحاجة لذلك. كذلك معناها الشركات الجهوية للنقل معناها اللي تم معناها تكليفها بتأمين خطوط مباشرة معناها بداوا معناها من 6 متاع الصباح تواليا باش يأمنوا معناها السفرات في الوجهات المذكورة دون معناها دون التقيد بتوقيت، كل ما يكون ثم طلب يقع معناها تأمين السفرة في الوجهة المعنية. وبالنسبة للسفرات العادية أو السفرات الاستثنائية يعني سفرة الدعم خلينا نقوله تخضع للحجز وسيمة؟ أكيد أكيد أكيد. طب بالنسبة للشركة الوطنية للنقل بين المدن قاعدة تقوم بالحجوزات وعلى ضوء معناها الحجوزات اللي باش تصير على ضوء هي يقع برمجة معناها السفرات الإضافية وتحديد عدد الحافلات اللي باش تأمن الوجهات المعنية. سي وسيم، حبيت نسألك سؤال آخر مش بعيد على هذا، في ظل هالتكثيف في عدد السفرات وفي عدد الحافلات والقطارات الموضوعة على ذمة التونسيين الراغبين في العودة إلى مدن الداخلية، هل ترون أن هذا الجهد كاف؟ خاطر كل عام وفي كل مواسم تصير في حاجة كما هذه تو أكثر من 30 سنة، لكن ديما ماهوش كافي في آخر لحظة نلقاو تجاوزات ونلقاو اكتظاظ يصير في نفس هذه الحافلات والقطارات أو حتى في وسائل نقل أخرى تخدم بطريقة غير قانونية. أكيد هي الفترة هذه معناها تشهد تزايد كبير للتنقل، والوزارة معناها ما دخلت الجهد، بالعكس بالكثرة معناها وقامت معناها بتجنيد كافة الإمكانيات المتاحة من موارد بشرية أو وسائل نقل باش يقع تطويحها باش يحاول يأمنوا معناها الفترة هذه، وهذاك علاش نحن معناها البرنامج الاستثنائي هذايا، وكذلك معناها بالنسبة لسيارات الأجرة اللواج زاد باش نعطيو مرونة أكثر، وتم الترخيص فيهم للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية على علم أنه السيارات هذه باش توفرنا في مجملها 80,000 مقعد باش يأمنوا يومين حوالي 200,000 مسافر، والحافلات الاحتياطية متواجدة باش تأمن أي معناها وجهة تشهد اكتظاظ. هو سي وسيم يعني انطلقته في إسناد التراخيص الاستثنائية بالنسبة للواجهات؟ بالنسبة للتراخيص هو يبدأ البرنامج من غدوة، من غدوة 14 بدون ترخيص، لكن اليوم معناها بحكم معناها جدا اليوم فما شد بعض الاكتظاظ، والوزارة جند المراقبين باش يكونوا على مستوى المحطات النقل البري، ويقع معناها تمكينهم من ترخيص استثنائي كتابي بصفة استثنائية اليوم، وغدوة ينطلقوا معناها بصفة مباشرة في البرنامج على كامل تراب الجمهورية. وحاليا معناها الوزارة وفرت حوالي 160 مراقب جدا باش يكونوا متواجدين على عين المكان للسهر على تنفيذ البرنامج هذايا، وأي معناها إشكال معناها يطرأ يقع معناها تدخل في الإبان كلك سواء معناها بالنسبة لتوفير حافلات ولا للتدخل في إطار معناها صمم معناها بعض التجاوزات من النقل العشوائي ولا عدم احترام التعريفة، متواجدين المراقبين نتاعنا. واليوم على مستوى محطة المنفذية تم معناها استعمال حافلتين في اتجاه جابر وتدعيمهم على مستوى محطة الواجهات بالمنفذية.
نعم. شكرا لك سي وسيم تقير، عيدك مبروك ومرحبا بك. يعيشك. هذا سي وسيم تقير مكلف بالنقل البري المنتظم للاشخاص بالاداره العامه للنقل البري بوزاره النقل. وما دمنا نحكيوا على عيد الاضحى، كان تتذكروا شهاب ونجم ومستمع الاذاعه الوطنيه كان معنا عميد الاطباء البياضره، كان اشار الى الجلد نتاع الاضحيه نتاع العيد ودعاء المواطنين انهم يحافظوا عليه باش يتم من بعد استغلاله وتثمينه في مركز الجلود والأحذية اللي كل عام يقوم بمبادرات وحملات لتثمين الجلود هذه بطبيعة مع عدد من الجمعيات، من بين الجمعيات هذه جمعية من أجل تونس نظيفة. ومعنا عبر الهاتف سامي بن يحيى رئيس جمعية من أجل تونس نظيفة والمنسق العام للبرنامج الوطني لتثمين جلود العيد. سي سامي صباح النور. صباح الفل والخيرات ومرحبا بإذاعتكم، مرحبا بالحضور وشكرا على الاستضافة باش ناخذوا فكرة على البرنامج الوطني لتثمين الجلود ككل سنة، وهو معناها مبادرة منذ 2018 نحن واقفين عليها. هي ملاحظة على الهامش. سامي مرحبا بك. هي مش إذاعتنا، راهي إذاعة التوانسة الكل، الإذاعة الوطنية أنت تو معنا. يعطيك الصحة ومرحبا بخويا الغالي، مرحبا بك، أهلا وسهلا. انتم رفعتوا شعار جلد العيد هو في هذه في 2022، نتصوروا هو شعار يصلح في كل الاوقات، جلد العيد في عوض ترميه وتلوث به يولي ثروه كي تستحفظ عليه. حلو بالضبط، هذا الشعار اللي هم الحقيقه استقرينا عنده وما بدلناش منذ ذلك الزمان. توسنا هي تعتبر الدوره السابعه منذ بدينا البرنامج الوطني لتثمين جلود العيد، برنامج انشاناه منذ 2018 واللي انا المنسق العام فعلى الجمهوريه التونسيه في شراكه للجمعيه من اجل تونس نظيفه مع المركز الوطني للجلود والاحذيه صالحه لحد العام الجاي 2025 ان نقوموا بهالحمله هذه بطبيعه الحال بالشراكه المعناها الأولية والأساسية وهي المركز الوطني للجلود والأحذية اللي يضم المدابغ ورفيع الجلود اللي هما تحت إمرته تحت التصرف نتاعه واللي هما يجوا في آخر حلقة من تثمين الجلد. نعرفوا اللي هو كنا قبل كانت ديارنا وأجدادنا يستغلوا الجلد ويستحضر لي هم بيدهم يملحوه ويعني يستغلوا الصوف وكانوا معناها الجلد يستغلوا في ديارهم. منذ عديد السنوات ما عادش العادة هذه ولينا الجلد يوفى من هنا انت يشوف من هنا وخاصة انت يشوف في في حلة. هذا هو سي سامي، هو فما طريقة للحفاظ على الجلد باش نتوما من بعد نجموا تجمعوه ويكون صالح للتثمين. شنو هي الطريقة هذه؟ هو الطريقة الأساسية باش يقع استغلال الجلد أنه أول حاجة ما يتقطعش على خاطر هو المدبغة واللي هي في آخر المسار متاع التثمين يلزم الجلد يكون مش مقطع خاطر عنده الفورمة المعينة اللي هي بعد يقع تريتمون متاعها طب دي برودوي شيميك ويقع استغلالها باش تولي لنا تمشي كجلدة وكصبابة وكغيره. دونك أول حاجة هو نار مبين التقطيع، والحاجة الثانية المهمة وهو التصبير. نعرفوا احنا في أيامات سيف الدنيا سخونة يلزم حافظوا على الجلد، السخانة هذه اللي عندنا المدة هذه في ظرف بعض شويعات ينجم يفسد الجلد ولا نقع لا يقع استغلاله لا يقع التثمين. إذا العملية الثانية والمهمة برشا برشا وهي عملية التمليح. التمليح بتاع الجلد هي عملية أساسية للتصبير بتاعه حتى يقع الاستغلال بتاعه من طرف المدابغ. إذا نأكد على المواطنين أنه يقع عملية التثمين معناها عملية أساسية في عملية الاستحفاظ عليه الجلد وديريكت بعد ما يتذبح يخليه ينشف شويه ننظفوه بالماء بطبيعه الحال باش وقت في الجلد اللي قاعدوا لاصقين فيه تروا في اللحم عفوا الماء اللي قاعدوا لاصقين في الجلد ومن بعد ديريكت نحط البلح ونخليه يستقطر ونخليه يشيح
وقت اللي يشيح في الظل مش في الشمس عايش في الظل عندنا بلايش في الظل خلوه يشيح ومن بعد انك توفك الغلكيس وعندنا البلديات اللي مشاركوا وكل بلدية عاملة نقاط تجميع بتاعها تحط غادي وبعد يخلطوا عليها رافع الجلود اللي هم موجودين في عديد المدن يجيوا يستغلوا هالجلد دي باش يهزوه للمدابغ بشوش الاخر مرحلة. ما معناها المواطن السيسامي المواطن هو اللي يمشي للبلدية ويرفع الجلد للبلدية ولا؟ هو انت والبلدية تم بلدية تعمل نقاط تقول لك من فضلك انت هاو عندي النقطة هذه متاع التجميع ايجا حط لي في النقطة هذه هي تعلم مواطنها اللي عندها نقاط متاع التجميع تم البلديات اللي منخرطة واللي مشاركة وغيرها يقول لك مثلا حتى واللي ما تعملش تثمين يقول لك حط لي في البلاصه هذيك الجلد حتى يقع معناها المعالجه نتاعو بصفه منفرده. والبلديات كلها مشاركه البلديات كلها ولا فما استثناءات؟ لا 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 فما استثناءات ماهيش كل البلديات مشاركه. ينجموا يتصلوا بينا عبر الصفحه نتاعنا جمعيه من اجل تونس نظيفه موجوده يتصلوا بينا يشوفوا البلديه نتاعهم ما مشاركه ولا لا والا يتصلوا بالبلديه يقولوا لها أنت هل أنت مشاركة في برنامج التثمين الجلود فوالا وعشرين من النقطة اللي معمولة باش نحطوا فيها سي سامي فيها. بعد إذنك قداش وصلنا من بلدية إلى حد اللحظة إلى حد يوم الناس هذا إذا حد توا اليوم جالس بلدية قاعدة تكلم فينا وهم 16 البلدية شوية سي سامي حبيت نسألك على رقم واحد آخر الجهود نتاعكم من 2018 لتوا في العاده في المعدل قداش تجمعوا من جلد باعتبار انه الاضحيه توصل حتى 800,000 معناها في السنه قداش في العاده تنجموا تنقذوا منهم ولا توصلوهم جمعوا؟ هو احنا حد السنه الفارطه ولكن السنه مع الاسف ننتظر بتكون اقل شويه نعطيك علاش نسبه التثمين. نسبه التثمين العاده وصلنا حد عام 35% منقوله على مليون جلدة تتيح تقريبا عندنا 350,000 يقع التثمين راو خطر على المشلوين راو برشا بلديات هي مش فاهمة الحكاية انه يقع كولكت كبير من طرف البلديات اما يقع ثلاثة على خطر مقطعين وتقول البلدية علاش ما يرفعش الكل هي ما يرفعش الكل هو القطع المقطعة ما تقبلش عليه المدبغة اذا مهز كان الصالحة مع الأسف نفرزه تسمى ديفرانس رغم اللي توصل مثلا 60% متاع تجميع رأو تيح حتى 35% تثمين نحكي على التثمين وقت اللي الجلد يكون في حالة جيدة يمشي للمدبغة ذاك نسميه تثمين أما هو وقت اللي يقع رفعه من طرف البلدية وتجي معناها الكوليكتور يجي ويتفقدوا خاطر يفرزوا يلزم على علاش قلت أنا من الأول راي يلزم الجلد ما يتقطعش هذه حاجه مهمه وحتى على كل حال احنا حتى فور ايفيتي وما خلتلاش عمليه التثمين يلزم واحد يحط الملح نتاعه على جلده على الاقل في نهارين ثلاثه ما نعملوش كارثة بيئيه بالريحه واللي هو جلد تاعك يفسد سامحوني بالكلمه يعمل الدود ونجم ياثر لنا على صحتنا وخاصه التربه بالضبط معظم من بعد البقيه يسرى اونفي الانفيسمون عمليه الردم تمشي بعد كفضل سي سامي بالله باش نسالك سؤال اخير لانه فيه تليفون اخر بعدك ونشكرك على التفاهم فضل. اليوم قبل نهارين من عيد الاضحى 16 بلديه شويه الحقيقه وانت قلت انه لحظه دقيقه واحده دقيقه باش تعرف تجاوبني انت قلت انه ينجموا يتواصلوا معنا البلديات ومرحبا بهم مادام ما بقاش برشا وقت انتم زادة من المفروض وانه تتواصلوا انتم مع البلدية تمشيوا للبلدية على خاطر ما بقاش وقت 16 بلدية ما عملنا شيء حقيقة هو باش نفسر لك ثم موضوع اخر مهم واللي هو اعترضنا خاصة بالذات السنة انت جبت موضوع انا كنت نحكي عليه هنا ثم مشكل في عدم مشاركة عديد المدابغ المدابغ اللي هي معناها بتفوق 25-30 مدبغة اللي يشاركوا السنة ثم يمكن حتى ربعهم أو أقل علش. على خاطر هم مقاطعين شوية مقاطعين البرنامج علاش مقاطعين على خاطر هي مستانسة بعض سنوات التالي كانت وزارة الصناعة تعطيهم كل رخصة استثنائية تاع التصديق
وكانت تعاونها ميكروفسا بتاع تسديد بتاع الجلد سيميترتيه هو نعرفه اللي هو الجلد التونسي هي ثروة وطنية والدولة ما تحبش تعطي الإمكانية باش يتصدر أما هو على الأقل في العيد اللي تحبط كميات كبيرة ويلزمنا في كل وقت صغير نحاول ونثمنه لماكسيموم معناها باش ما يطيش في الطبيعة يعملوا في مجهود كبير وبتاع تخزين وبتاع شراء يعني بارتي بتاع الملح رغم اللي عندنا الشركة الشريك الكبير اللي يعطينا الملح مجاني في كمية توصل 50 طرناطة باش يعطينا مجانيا شركة الملح مرال تو دوبي دي زاني وهي تعطينا في الملح ببلاش باش نسهلوا العملية بتاع التصفير إذا المدابق مقاطعين معظمهم ما نجموش احنا بيدنا حتى بلديات التصفير ما نجموش الكل ندخلوهم وجديناش السنة برشا على خاطر برشا مدابق مقاطعين بعثوا مكتوب منذ نوفمبر يحبوا عملية التسهيل بالرخصة للتصدير وهي تصدير اللي هم مستنسين بها اللي هم كانت قبل تعطي بيهم إجراءات العادة وأن إيه يعني لكن هم يأخذوا في جلود بلاش وفي الملح بلاش مش تحبوا مخر على الأقل في الفترة بتاع العيد كانت تعطيهم الدولة تعطيهم تراخيص استثنائية يتعاونوا بها باش يتمكنهم معناها بفك التصدير يعاونهم شوية خاصة المدابغ مشكلة الكبيرة برشا ومهم جدا وأن نوضح هذه النقطة شكرا جزيلا سي سامي بن يحيى رئيس جمعية من أجل تونس نظيفة والمنسق العام للبرنامج الوطني لتثمين جلود العيد إن شاء الله كل عام وانت حي بخير ومشكورين جدا على هذا الجهد المبذول وعذرا على المقاطعة لأنه فيه اتصال هاتفي آخر في الانتظار نعود نرجع معاك باش نحكيه على تتويج تتويج لتونس طبعا أنا اتصلت بسي المعز الشفرة صلح لي خاطر المره فاتت الاسم قال لي المعز شفره قلت له مبروك عليك تتويج قال لي لا مش عليا انا تتويج مبروك لتونس قبل ومن بعد لينا نحن كجامعه كمجهود وني نحكي على جامعه تونس المنار اللي تحصلت على تتويج جديد وتحصلت على ترتيب مشرف لاول مره في تونس في تصنيف التايمز في باب الجامعات المؤثره على محيطها ومدام مساهمتها في تحقيق اهداف التنميه المستدامه ومعنا عبر الهاتف المعز الشفره رئيس جامعه تونس المنار صباح النور سي المعز صباح الفل ونسمين الله يخليك يعطيكم الصحة وعلى اهتمامكم بالجانب الجامعي ومبروك لتونس كما ذكرت سيادتك يعطيك الصحة نأكد مبروك تونس على خاطر نحن التموقع العالمي يهم تونس بل يهم الجامعة تونس المنار ومرحبا بمستمعين إذاعة الوطنية الله يخليك التتويج هذا سي المعز اللي مازال ما سمعش لأول مرة نوصلوا ما بين 100 و 200 أفضل جامعة في العالم في التصنيف الدولي الشهير تايمز للتعليم العالي في صنفه المتعلق بترتيب الجامعات المؤثرة على محيطها هي تايمز أير إديوكيشن أمباكت رانكينج لسنة 2024 التصنيف هذا يعتمد أهداف التنمية المستدامة 17 هدف خدمنا نحن سابقا على 3 أهداف السنة الماضية خدمنا على 9 أهداف السنة هذه حضرنا ملف وخدمنا على 17 هدف هذاك علاش تميزنا السنة هذه وتقدمنا 200 نقطة ولينا ما بين 101 أفضل جامعة في العالم المؤشرات كما تعرف سيادتك هما 17 هدف نخدموا على التكوين جودة التكوين كيف نقول التكوين نحكي على الاعتماد الدولي نحكي على كريديتاسيون نحكي على الإشهاد سيرتيفيكاسيون إيزو 21001 كل المؤسسات خدمت على الإشهاد وعلى الاعتماد الدولي للمؤسسات نهني كلية الطب اللي ما زالت خذات سيرتيفيكاسيون إيزو 21001 2018 أول كلية طب في تونس تحصل على الإشهاد هذا وثاني كلية طب في إفريقيا حصلت على هذا وإن شاء الله الكلية الأخرى بشتخلت على كلية طب جامعة تونس المنار والمؤسسات الكل في الجامعة تخدم على التكوين والتشغيلية كذلك نخدموا على البحث العلمي والتجديد نخدموا على الطالب نخدموا على العلاقة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي عندنا 17 هدف تحصلنا نعطيك فكرة على مثلا الهدف رقم 3 اللي هو الصحة تحصلنا على 82 على 100
في الهدف رقم 4 تحصلنا على 77.9% هو جودة التكوين، هذه مهم ياسر. جودة التكوين نحن في السنة الماضية وصلنا للمرتبة 22 عالميا. في الهدف الثالث رأى وصلنا في المرتبة الأولى في إفريقيا. في الهدف رقم الخامس هذه المساواة بين الجلسين، خذينا 72.6%. في الابتكار الهدف رقم 9 لينوفاسيون، خذينا 87.5%. في التعليم المدمج الديكاسيون انكلوزيف الفرنسية 71.8 عالمية. في النمو الاقتصادي لكرواسونس ايكونوميك خذينا 70.2 عالمية. في المؤسسات الناجحة انستيتيسيون افيكاس هذه الهدف رقم 16 خذينا 79.4%. السنة الماضية هنا نحن أول جامعة في إفريقيا، أول جامعة في الوطن العربي في الهدف رقم 16. في الهدف رقم 17 اللي هو البارتنريا بور لا ديورابيليتي الشراكة نحو الاستدامة، تحصلنا على 80.4%، وهذا اللي خلانا في المجمع نتحصلوا على مرتبة جد مشرفة. نحب نشكر السفراء، نحن عملنا 17 سفير، يعني لكل هدف عندنا سفير هو أستاذ، سفير لكل هدف، وكل سفير كون فريق. وانا فخور بالطلبه نتاعنا، خاطر في كل فريق فما طلبه، والطلبه خدموا معنا باش قدمنا المحتوى، معناها التقرير اللي قدمناه وخذينا عليه رصيد 100% التقرير العام. يعني والتقرير هذاك خدموه اساتذه وخدموه طلبه وخدموه اداريين، يعني نشكر كل مكونات نتاع جامعه تونس منار. الحاجه تشرف والله التصنيف هذا، والحمد لله. وهذه السيلوريونمون نتاع بلادنا، علاش نحب نذكر، على خاطر التصنيف هذا تصنيف دولي. كيف نوصلوا نحن نتميزوا في المرتبه المشرفه هذه، قدمنا من سنه الى سنه، نحن كنا في 300 وبعد كنا في 200 ولا تو في 100، وهذه كما قلت عمل نخدموا عليه من سنوات نحن في جامعه تونس منار. نحيي كل فريق اللي خدم، نحيي رئيس الجامعه السابق الأستاذ فتحي سلاوتي اللي خدم على التصنيفات الدولية. نعرف نذكركم اللي جامعة تونس منار أول جامعة دخلت في التصنيفات الدولية، في ثقافة التصنيفات الدولية. باش تدخلوا نحن في العالم، ندخلوا في العولمة، نحن توا العالم قرية نحن صغيرة، نحن توا التموقع نتاعنا نوصلوا نزاحموا العديد من الجامعات اللي نسمعوا بهم نحن أفضل منهم في التصنيفات الدولية. والحمد لله كذلك نحن الأسبوع الفارط زادا كنا تميزنا في الكيوس اللي هو زاد عنده مصداقية كبيرة برشا كيوس، خاصة في الجامعات العربية يعتمدوه كثير كريفيرانس. كذلك نحن تميزنا فيه، ونحن أول جامعة في المغرب العربي موجودين في التصنيف هذايا، قدمنا ب 200 بلاس مقارنة بالسنة الماضية. وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. هذه نحن في استراتيجية متاع الجامعة متاعنا نخدم عليه، كل أساتذة كل الطلبة نحب نوريه البلاد متاعنا اللي نحن عنا التميز، أوني كابابل، عنا جودة التكوين، نخدم في المعايير الدولية، عنا البحث العلمي، عنا العديد من المشاريع الأوروبية. راهو تعرفوا تونس البلد العربي والأفريقي الوحيد اللي هو شريك في الاتحاد الأوروبي للبحث العلمي، هو اللي خلانا عنا العديد من المشاريع الأوروبية، وعنا العديد من الشراكات مع جامعات عريقة في العالم، خاصة مع الاتحاد الأوروبي، ولكن كذلك حتى مع شمال أمريكا، مع كندا. والله سي المعز شفرة، والله أنا أخجل وأني انقاطعك لأنه كلام مهم وحاجة تشرف، ولكن انتهى التوقيت بالنسبة لتدخلك. مشكور جدا، يعطيك الصحة، تحية ليك، لكل الإطار التربوي العامل بجامعة تونس المنار، لكل الطلبة على تحقيق مثل هذه النتائج المشرفة. سي المعز شفرة رئيس جامعة تونس المنار. بعد قليل صلوح البكاري في تأمين موجز الأنباء. نذكر سادة المستمعين والمستمعات وأنه بعد الموجز باش يكون حاضر معنا العميد عبد العزيز الهرماسي، مدير إدارة الدراسات والتصرف في الأزمات بالحماية المدنية. إشهار